زميلاتي زملائي الأساتذة، في هذا الفيديو سأقوم بشرح طريقة تنظيم لقاء عبر الفيديو، أي بالصوت والصورة مع الطلبة. إذا للقيام بهذه العملية، أول شيء يجب فتح حساب جيميل، لأن سنستخدم تطبيق جوجل ميت. عند فتح حساب جيميل، أنا إذا في الحساب ديالي، حساب جيميل، في الجزء الذي على اليسار لدينا هنا ميت، يعني تطبيق جوجل ميت. من بعد يجب الضغط على ديماري ان ريونيون. دونك غادي نكليك على ديماري ان ريونيون. اذا هنا ستبدأ عملية استخدام فيديو كونفرنس، لقاء عبر الفيديو. اذا الخطوة الثانية، يجب الضغط على participer à la réunion. غادي نضغط على participer à la réunion. عندي هذا الرابط هنايا، ajouter les participants ou copier les informations de connexion. نكليك على copier les informations. اذا هنايا راه جي كوبي الرابط اللي غادي نقوم بالارسال ديالو للطلبة للالتحاق بهذا la vidéo conférence. اذا ساغلق هذا. من بعد غادي نمشي دابا للحساب ديالي، غادي نقوم بارسال ايميل بريد الكتروني الى الطلبه. اذا هنا غادي نجي لهنايا، غادي كولي هو الرابط. وهنا في لا ديستيناسيون غادي ندير لا ديستيناسيون، غادي ندير لي زيميل ديال الطلبه، حسابات الطلبه اللي غادي يكون ديجا موجودهم. مثلا عندي هنا حسابات ديال الطلبه، غادي ناخذ غير واحد اللي غادي نقوم بسيميلاسيون ولا نسيليكسيونيهم كاملين ونصيفط هاد الايميل ونكتب هنايا كوم غينيون ولا اكزاما اورال مثلا. Envoyer. اذا هنا غادي يمشي البريد ديالي عند الطلبه اللي غيتصلوا بالطلبه اللي غيتصلوا به. دونك الطالب غادي يسفي انه يكفي ان يضغط على هذا الرابط لكي يلتحق بال لا ريونيون. اذا غادي نتسنى حتى يوصلني la demande des étudiants à la simulation. Voilà, donc on a Talib Hada. Si Rajete comme simulation. Et là, on a eu le temps à accepter. Accepter, on a eu le temps de la liste de la Talaba Kamlin, de tous les étudiants, on a eu le temps à la clique est là. Alors, on a dit la liste. La liste de la Talaba Kamlin. الاستاذ هنا يقدر يتواصل مع الطلبه ويخبرهم بالطريقه اللي غينظم بها مثلا ليكزام اورال، واش غيكون واحد بواحد ولا جوج جوج اكسيتيرا. طالب باش الاستاذ عنده الامكانيه انه يلغي شي طالب، اخراج طالب من لا غينيون. في هذه العمليه غيكليك هنايا، مثلا هذا الطالب ادم، غادي نكليك يفعل عليه هنايا ونكليك على هاد غوتيغي دو لا غينيون. دونك الا تغوتيغي دو لا غينيون غادي يخرج من لا غينيون، وغادي يبقاو غير الطلبه اللي معنيين بالامر. فوالا، هذه الطريقه ديال القيام بفيديو عبر الصوت والصوره مع الطلبه، وشكرا لكم.